أول نقطة كده نخش على الأهلي. الأهلي بكرة على موعد مع التاريخ. الأهلي هو أكتر نادي على مستوى أفريقيا والعرب وصل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. أكتر نادي عربي في الدول الممثلة أفريقيا يعني يوصل لقبل نهائي العرب. أوكي؟ أو قبل نهائي أفريقيا. كان رصيده قبل بكرة إن شاء الرحمن 14 مرة وصل قبل نهائي. 14 مرة. بعديه على طول كان يجي مازيمبي ب 11 مرة، مازيمبي خرج النهارده ففضل 11، بعديه على طول يجي الترجي ب 10، كسب النهارده الترجي وصل لل 11 متساوي مع مازيمبي، بكره ان شاء الله الرحمن الاهلي يكسب باذن الله بكره يبقى المرة ال 15، وبعد كده لو الوداد كسب يبقى المرة التاسعة، لو وفاء الصيف هو اللي كسب وصعد يبقى المرة الخامسة لوفاء الصيف، والزمالك يجي اخيرا في المركز بتسع مرات بعد الترجي وبعد ما زيمبي. فدي كانت اول واحده تدريبات للنادي الاهلي. فالاهلي بكره على موعد مع التاريخ. احنا عاملين تصور كده لوصول الاهلي لدور قبل النهائي بعدد معين من البطولات. سمير عرضه لنا لو عندك يعني لو متاح. فده وصول الاهلي. فالاهلي على موعد مع التاريخ. المباريات الافريقيه والليله الافريقيه. الأهلي وصوله يا سمير، الأهلي وصوله أفريقيا يعني وصل دور قبل النهائي يا سمير. ف 15 مرة الأهلي وصل للدور قبل النهائي مقابل 11 مرة لمازيمبي بعد خروجه النهارده وقف رصيده أو تجمد رصيده عند 11 مرة، والترجي النهارده كان 10 بعد ما كسب النجم الساحلي بقى 11، وفاء الصيف لو كسب النهارده أهو كده الأهلي زي ما أنتم شايفين على الشاشة. الأهلي بعديه يجي على طول مازيمبي ثم الترجي متساوي الترجي ب 11 وبعدين الزمالك بتسع مرات. فالاهلي على موعد مع التاريخ. طيب خش بقى لمحمد صباحي قبل ما نشوف بكره اهلاوي وبكره أهلاوي.